يجب أن يعلم إحنا مستهدفين، وهذا الاستهداف مستهدف قدراتك المالية، ضربك مع النظم الحاكمة ومع قياداتكم، تفتيت المجتمع طائفة وطوائف، تفتيت المجتمع عرب وعاجم، تفتيت المجتمع إلى مدينة ومدينة، هذا كل شيء مدروس. خليني أنا أقول لكم، بس اسمحني دقيقة بس لأن هذا مهم الموضوع. في تويتر أكو مبنى في طهران يخش فيه شفت 20 شخص كل شفت، كل واحد عنده 6 أو 7 حسابات تويتر باللغة العربية وبأسماء سعودية وبأسماء خليجية وبأسماء يمنية. الشفت 20 شخص، هذا الكلام يقول لي واحد يشتغل معهم ويبدأ يشتغل في وسائل التواصل الاجتماعي ويضرب مجتمعاتنا، يحط اسمه السيف اليماني، سعودي مخلص، كويتي قح، ويبدأ وهو موجود في طهران يدير حسابات وهمية. هذا هو الاستهداف. ما احنا عارفينه وشبابنا مو عارفين ايش السالفة ومعاه طايرين. هذا هو لازم احنا نحذر منه، وحذرنا منه عدة مرات. ضرب الدول الآن لا يأتي بالصواريخ، الصواريخ للردع والتهديد. ضرب الدول يأتي بتفتيتها عبر أبنائها، وهذا ما شاهدناه في بعض الدول. وين ليبيا؟ وين سوريا؟ مصر الآن اللي تعاني، تونس لحد الآن. بالتالي